قال الناطق الرسمي لنادي الوداد الرياضي محمد طلال إن الحالة الصحية للاعب الفريق أسامة فلوح حرجة للغاية وذلك بعد حادثة السير التي تعرض لها صباح يومه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري واوضح طلال في تصريحات اعلاميه بالقول حالته حرجه للغايه واسرته تعاني نفسيا الان لديه كسر في العنق والصدر ونزيف في الراس لا راد لقضاء الله نتمنى له الشفاء وأضاف محمد طلال: "كانت هناك شاحنة متوقفة بدون أن تفعل أضواء التوقف أو علامة الانتباه، وصديق أسامة الذي كان يسوق لم ينتبه إليها، حاول الهروب، لكن يمين السيارة حيث كان يجلس أسامة ارتطم بالشاحنة وابدى العديد من اللاعبين وكذلك الانديه الوطنيه تعاطفهم مع فلوح في محنته الصحيه وطلبوا الدعاء من اجله حتى يتجاوز هذه الازمه